أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ولم يؤت سعة من المال، ولم يؤت سعة من المال، ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله
فضله فسوف يغنيكم الله فسوف يغنيكم الله فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وما نقموا إلا أن أغناهم الله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وتستخرجوا منه حلية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ورزقني منه رزقا حسنا ورزقني منه رزقا حسنا ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين رجال لا تلهيهم تجارة
تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وكأين من دابة لا تحمل
رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم الله يرزقها الله يرزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل من يرزقكم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله قل الله قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ويقدر له ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وأعتدنا لها رزقا كريما رزقا كريما وأعتدنا لها رزقا كريما هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر إلا من ينيب الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض يرزقكم من السماء والأرض من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء يرزق من يشاء يرزق من يشاء الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز ولو بسط الله الرزق ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وفضلناهم على العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 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 ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم
لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم لم يكن غير نعمة لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فإليه تجأرون فإليه تجأرون وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من كل مكان من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه أنعمنا عليه أنعمنا عليه أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وزروع 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 ومقام كريم ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ونعمة 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 كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين نعمة من عندنا نعمة من عندنا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا ووجدك عائلا فأغنى 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 ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا وجعلت له مالا ممدودا مالا ممدودا مالا ممدودا مالا ممدودا مالا ممدودا أم كان ذا مال أم كان ذا مال أم كان ذا مال وبنين أم كان ذا مال أم كان ذا مال أم كان ذا مال
ومال وبنين ما أغنى عنه ماله ما أغنى عنه ماله ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب وما كسب وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يتبوأ منها حيث يشاء يتبوأ منها حيث يشاء حيث يشاء حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها لأجدن خيرا منها لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا الذي جمع مالا الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا جمع مالا وعدده جمع مالا وعدده جمع مالا وعدده وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس وشروه بثمن بخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ولا يبخس منه شيئا ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
والله خير الرازقين والله خير الرازقين.